يا هلا دكتور ماجد، كيف؟ صورة الأشعة فيها خطأ. عفوا دكتور، شو اسم المريض؟ وين حاطط دفتر الشيكات؟ وين يا أبو هاني؟ السيد ربحي مش موجود، مين بده اياه لو سمحت؟ مين؟ خير خير، شو في؟ احنا اسفين كثير، صار خطا بصوره الاشعه. الصوره اللي معاكم لمريض ثاني. ايوه لمريض ثاني. ايش بتقول؟ بتحكي جد؟ طيب طيب طيب، ماشي ماشي، مع الف سلامه، مع السلامه. هسا المسكين ابو هاني رايح يطير من الفرح. لحظة يا جميل، لحظة. طيب افرض انك خبرته يا جميل بالحقيقة، شو بيضمن لك انه ما يرجع عاطل باطل واعطل من اول كمان؟ ايوه، وينسى عقوق سلمى وشاكر والعمال. ايه بس انا لازم اقول له، ايوه لازم أقول له. لا يا جميل، لا لا تقول له، لا تقول له هسا. خليه بالأول يرجع حقوق شاكر وسلمى والعمال وبعدين بتقول له. ومش بس هيك، لا خليه كمان يتبرع للناس المساكين والمحتاجين من المصاري، من المصاري اللي بالبنك، وبعدها بتقول له. بس حرام هيك بضل يتعذب، خليه يتعذب، هو قليل معذب الناس معاه وظلمهم. خلاص يا جميل، لا تقول له. ايوه لا تقول له. اسفة مدام، هذا الموجود. طيب شكرا. اهلا. مرحبا. هلا إيهاب، شو بشوفك جاي بدري اليوم؟ جاي أقول لك إني مش راح أقدر أوصلك اليوم. ليش خير؟ شو في عندك؟ متواعد مع أصدقائي لي ولازم أقعد معاهم. يعني ما بدك نحكي بحلقة امبارح؟ بنحكي يا ستي. الحلقة كانت بتجنن كتير، بس بصراحة في كم من ملاحظة كان لازم أتداركتهم. شو هم؟ ملابسك بالحلقة ما كانوا عاجبيني، وكمان تمشيطة شعرك. أنا مش قلت لك تغيرها هاي التسريحة؟ يا إيهاب كان لازم تكون أنيق أكتر من هيك، خصوصاً إنه الحلقة بتتحدث عن الأزياء. ماشي يا ستي، في البرنامج الثاني بنغيرها غيره. مر عنا على البيت الليلة، جيراننا حابين يتعرفوا عليك شخصي. حاضر يا سناء. على فكرة في حواليكم شوية مي؟ للسيارة مش هيك؟ يعني هو في غيرها؟ هاي السيارة صار لازم تغيرها هلأ ما عادت من مقامك. إن شاء الله إن شاء الله بنغيرها. مرحبا أنسة إيناس. أهلين، كيفك سيد إيهاب؟ الحمد لله. على فكرة احنا بعد اكم من يوم جايبين الجهه وجايين. اهلا وسهلا. تفضل يا سيدي، هاي المي. وشكرا لك، يلا بخاطركم، مع شمالك. ايش ايهاب؟ شماله باي مستشفى؟ طيب طيب هيني جاي. طيب مع السلامه. إيهاب خير يا إيهاب؟ اتركه يا شاكر، خليه نايم، خليني أشوف الدكتور شو قال.
مثل ما قلت لك يا عمي يا سليم، المصاري اللي أعطيتك إياهن حق الخرفان هذول صارن حق بنت حنان، وحنان ما بدها مربح عليهن، رجعوا لها إياهن مثل ما هم. طيب ليش يا عمي؟ من غير أسئلة يا عمي، من غير أسئلة، أنت بس سوي اللي بقول لك عليه وخلص. يا سليم يا سليم، انت بس اعمل اللي قال لك عليه المعلم وخلص. بعدين انت يا ابا حنان كل شي بملكه الك حصه فيه يا ابا، انت واخوك هاني وعمتك سلمى وعمك شاكر. طيب فهمنا شو فيه يا ابا. انتوا بس يا جماعة الخير ردوا على المعلم شو قال وخلص. بعدين احنا قبل شوي كنا عند المحامي وخلصنا كل اشي. اكيد في سبب يا عمي واحنا لازم نعرفه. لا في سبب ولا في اسباب، هو يعني عشان المعلم بده يصير محترم وكويس لازم يكون في سبب. يلا يا معلم يلا يلا عشان نروح نشاكر ونفهمه على كل اشي. يلا يلا. عمي بترجع بتنام عنا؟ احنا مش فاضيين، في عنا شغل. وانت شو دخلك؟ كلام جميل. مظبوط مظبوط، احنا مش فاضيين. مش قلت لك؟ يلا بخاطركم. يلا يا معلم. مع السلامة. هاي يا شاكر، شو قال لك الدكتور؟ الدكتور قال لازم يظل اسبوع في المستشفى. طيب والحرق اللي على وجهه رايح يضل معلم؟ ايوه هيك حكى الدكتور. ايش بتقول؟ بده يضل معلم؟ مش معقول. وحده الله وحده الله يا سناء، احمدي ربك اللي اجت على هيك. خلينا هسا نتركه يستريح وبنرجع له المساء. يلا يلا. سامحني يا أخوي، أنا خطيت بحقك كثير، أرجوك تسامحني. بسامحك يا أخوي بسامحك. وإمتى بدك ترجع القرية عشان تستلم المصنع مثل أول؟ خليني شوي هالسوام عشان إياه. طيب يا أخوي طيب، مثل ما بدك، بس تقرر ترجع للقرية يا أخوي راح تلاقي المصنع والدار وكل شي تحت أمرك. تسلم تسلم يا أخوي تسلم. أيوة هيك أيوة هيك بدي إياك، ومتصافيين تصافي وقلوبكو صافية كالتصافي. وبعدين يا سناء، من ساعة ما رجعنا من المستشفى وانتي حاطة إيدك على خدك وساكتة. واللي صار قليل يا إيناس، مش عارفة شو ممكن أعمل، مش عارفة شو ممكن أساوي. لو الحرق بمنطقة تانية كان أهون، رايح يضل عايش مشوه طول عمره. مش مصدقة مش مصدقة، 100 مرة قلت له غير هالسيارة قربت علي. اللي صار يا سناء كاتب ربنا سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على حكم الله. لو سمحت بدي مراية. للأسف ما في ولا مراية. طيب طيب شكرا.
مثل ما قلت لك يابا، ما ظل املاك باسم ابو هاني، كلها سجلها باسم اولاده واخوانه. يعني ما ظل اشي باسمه ابدا 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 ابدا، ما ظل غير رصيده في البنك. طب قل لي يا جميل، ليش هو عمل هيك؟ شو هو السر يابا؟ هذا اخوك يا ابو هاني طلع صادق بكل كلمه قالها، رجع حقك وحق شاكر وحقوق العمال كمان. بس شغلي بتحير، انت فكرك ليش عمل هيك؟ مش عارف يا سلمى، مش عارف، هذا اللي محيرني ومش ملاقي له جواب. وليش ما يكون الجواب انه الله سبحانه وتعالى هداه ورجع الرحمة لقلبه؟ الله يهدي الجميع. هو احنا شو بدنا غير انه ينهدى ويرجع له ضميره؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن. اعرف حضرتك ليش ما اجيتي على المستشفى؟ كيف؟ احنا مش من امبارح اتفقنا انه نلتقي اليوم الصبح بالمستشفى عشان نطلع ايهاب. وطلع؟ ايوه طلع. منيح اللي طلع، الحمد لله على سلامته. يلا روح زوري. ازوره؟ ايوه يا سناء، إيهاب بحاجتك هلا أكثر من أي وقت مضى. فعلا أنا لازم أروح أزوره، بس مش هلا، كمان أكم من يوم بكون هدي وبعرف أتفاهم معه. تتفاهمي معه؟ تتفاهمي معاه على إيش؟ على بعدين بتعرفي، خليني أكمل شغلي هلا. قربت الامتحانات يا وليد. ها؟ أيوه يا أخوي عادل، قربت. بدي اياك عادي يا ولد تشد حيلك وتجيب معدل وتنجح وترفع راس اهلك اللي بيستنوك ببلدك. عارف شو معنات نجاحك يا وليد؟ معناته نجاحي انا. تسلم يا عادل، تسلم يا اخوي. مع اني متاكد انك لو انت قدمت الامتحانات كنت راح تجيب معدل احسن مني. ليش؟ بصراحه لانك اذكى مني. لا لا هي كبير. لا يا عادل صدقني ما بجاملك، بس بوعدك يا عادل اني مش راح اضيع اي لحظه على الفاضي، راح اجيب معدل مثل ما بدك واكثر. بوعدك ان شاء الله يا اخوي يا وليد، ان شاء الله. اقعد ارتاح شوي، اعمل شاي ولا قهوه. صار لي فتره طالع من المستشفى وسناء لسه ما اجت وزارتني. ممكن اعرف ليش يا شاكر؟ يمكن تكون مشغوله او البنت يعني او ما بدها تشوفني وانا هيك. لا يا إيهاب، يمكن البنت تكون مريضة أو تعبانة، وأنا متأكد كان إجت زارتك. بعدين يا أخي ليش أنت ما تروح لها؟ اطلع من البيت. أنت من ساعة ما طلعت من المستشفى ما خطيت عتبة البيت. اطلع. اطلع عشان الناس يصيروا يطلعوا فيا، عشان يصيروا يقارنوا بين وجهي هسه وقبل. إيهاب، أنت بتتوهم، بتتوهم بشغلات مش رايحة تصير. لا يا شاكر، أنا ما بتوهم، هذا الواقع، هذا الواقع اللي رايح يصير يا شاكر. أنا لا يمكن أطلع من الباب، أنا لا يمكن أطلع من الدار حتى تختفي علامات الحرق اللي بوجهي. أيوة، حتى تختفي علامات الحرق اللي بوجهي. آسف تأخرت عليك شوي. مش مهم.
خير يا سناء؟ شوفي أنا حبيت أشوفك أنت وأحكي معك لأنك صديقه، وكمان أنا متأكدة أنك رايح تفهم علي. قولي شوفي. من يوم حادث إيهاب وأنا بفكر بالموضوع وطلعت بقرار واحد، أرجوك أنك ما تناقشني وتقولي ليش. أرجوك ما تسألني. أنا مش فاهم عليك إيش، ممكن توضحي لي أكثر؟ هذا أفضل حل بالنسبة لي. صدقني يا شاكر مش قادرة أستمر، كل ما بتذكر وجهه والحرق. خلص لا تكملي. ما هو يا شاكر. لا ما هو ولا إيش، خلص أنا فهمت كل شيء. عن إذنك. مش حرام عليك تعملي هيك؟ أنت ما عندك قلب؟ اسمعي أنا مش ناقصة محاضرات وحكي زايد، أنا حرة بعمل اللي بدي إياه وما حدا إله عندي إشي. ممكن تقولي لي حضرتك كيف بدي أمشي معاه بالشارع هو هيك؟ ممكن تقولي لي كيف بده يكمل شغله بالتلفزيون وهو وجهه محروق؟ خلص أنا ما بدي إياه، روح يدور على وحدة غيري. يا خسارة يا سناء، يا خسارة. بحياتي ما توقعت انك تكوني قاسية لهي الدرجة. تتوقعي ولا عمرك ما تتوقعي؟ إذا أنت ما بهمك مظهر عريسك كيف يكون أنا بهمني؟ إذا أنت خلص يا سناء اسكتي. ما تكملي. أنا مش قادرة أسمع منك ولا إشي. أرجوك تسكتي. الو 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 هي اللي لازم تتصل مش انا. يعني خلص يا شاكر استغنيت عنا وبدك ترجع للقرية؟ انت عارف يا سليم اني ما بقدر استغني عنكم، بس انت شفت اخوي ابو هاني اجى لهون ووصاني ارجع. بيني وبينك أنا بشجعك ترجع، مع إنه هون رايحين نفتقدك. تسلم تسلم يا سليم، مع إني متأكد مش راح أقدر أقعد أسبوع أو أسبوعين وأرجع. ليش؟ لأني مستغرب تغير أخوي الفجائي. مستغرب، معقول يكون تغير مرة واحدة؟ وأنا كمان مستغرب مثلك، بس أنا حاسس إنه صادق في كل كلمة حكاها. يمكن يكون حس بالوحدة والندم فحب يغير رأيه. إن شاء الله يا رب، بتمنى بالفعل يكون يتغير مش كلام. ما هو فعلا يتغير. أنت نسيت إنه رجع حقك وحق أختك سلمة؟ المهم هسا بدي إياك تظل معاي هون في الملحمة لحد ما يرجع أخوي سعيد من السفر. بس هيك؟ ولا يهمك، أنا ما بنسى وقفتكم معاي لما أجيت من القرية على المدينة، ووقفتكم معاي لما شغلتوني هون. لا تقول هيك يا شاكر، احنا اخوان. بعدين بحب اقول لك في اي وقت بتحب ترجع المحل محلك. شكرا يا سليم، شكرا. مش قادر اشتغل يا جميل، مش قادر اعمل اشي. وين ما بروح وين ما بدور ما بلاقي الا الموت يا ابو هاني، الموت. ايوه هو هو. أنا بتعذب يا جميل، بتعذب. لا يا معلم، خلي إيمانك بربنا كبير يا ابن الحلال. والنعم بالله. أنا بدي أقول شغلة يا معلم،
بس عاد خجلان منك. احكي يا جميل احكي. الحق عليك انت يا معلم، لو من اول حياتك كنت محترم وضميرك حي كان ما بتتعذب ولا اشي. بس عاد شو بدي اقول يا ابو هاني، انت طول عمرك، عدم المؤاخذة، ها طول عمرك عاطل باطل وعمرك ما كنت كويس ابدا. كلامك صحيح يا جميل، بس هيني من يوم ما عرفت بالخبر وانا ماشي مستقيم. مظبوط، بس انا كنت حابك تكون مستقيم من زمان، من اول من ولدت تكون محترم وكويس وابن الناس. بس مش مهم يا معلم، مش مهم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. يا رب تسامحني على كل شيء عملته غلط بحياتي يا رب. يا رب انت الرحمن الرحيم، يا ربي انت المسامح الكريم، يا رب اغفر لي يا الله، اغفر لي يا رب، اغفر لي كل خطاياي، انت المسامح الكريم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيوة معقول، أعطتني ذبلتك مشان أرجع لك إياها. تفضل. أنا جيت أقول لك كلمتين. أنا سعيد كثير على اللي صار، سعيد لأنك اكتشفتك على حقيقتك قبل ما يصير أي إشي. اسمع يا أبا يا هاني، بدي اياك تيجي في الموعد اللي قلت لك عنه. يا أبا ضروري ضروري يا حبيبي. ماشي يا أبا ماشي. قل لي يا أبا كيف صحتك ودراستك؟ الحمد لله يا أبا الحمد لله. يعني بتقدم امتحاناتك مليح يا أبا؟ ممتاز ممتاز يا حبيبي، الله يرضى عليك يا أبا، الله يرضى عليك. بدك مصاري يا أبا؟ حاضر يا حبيبي حاضر. لا لا، بكرة ولا بعد وبالكثير المصاري بتكون عندك إن شاء الله. دير بالك على دراستك يا أبا، الله يرضى عليك. بعدين ما بدي إياك تتأخر عن الموعد اللي قلت لك عنه. ماشي يا أبا ماشي. هاني شوف يا أبا. هلو هلو هلو، انقطع الخط. العمال يا ابو هاني قاعدين يشتغلوا بقلب رب، صدقني انهم قاعدين يشتغلوا احسن من اول بكثير. الله يوفقهم يا بني الله يوفقهم. شاكر اتاخر يا جميل. الغايب عذره معه يا ابو هاني، الغايب عذره معه. بعدين مش هو قال لك انه بس يرجع سعيد اخو سليم من السفر بده يجي؟ ايوه بدي اياه يجي عاد ويسلم هالشغل عني ويريحني. ان شاء الله بكره بيجي وبريحك يا معلم. قديش بقي لي يا جميل؟ بالنسبه لايش؟ ول انسيت يا ابن الحلال.
بالنسبة لك يعني قديش ضايل لك حتى تقصد؟ أيوه باقي لك يا سيدي، باقي لك أي هي بدها حسبي، ما أنا كل يوم بحسبهم وكل لحظة، باقي لي 45 يوم. لا لا يا معلم مش 45 يوم، باقي لك 44 يوم. ليش يا جميل؟ 45 يوم يا ابن الحلال، احسب مليح. ما أنا حسبتهم يا معلم 44 يوم. انت حاسب مع اليوم 45، لا ما هو اليوم قرب يخلص خلاص. 44 يا معلم 44. طيب يا جميل انا تعبان يا بني وبدي اروح على الدار، عن ابنك. مع السلامة يا معلم. مع الف 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 سلامة. الله معك. أي إذا ما نشفت ريقك يا أبو هاني ما بكون جميل ابن جملات. بعدين معك يا إيهاب، أنت بدك تظل قاعد تفكر فيها؟ ومين قال لك إني قاعد بفكر فيها؟ أنت طول الوقت قاعد وسامع، بحكي معك وترد علي بكلمة. بعدين معك يا بني آدم، هو ما في بالدنيا غير سناء؟ صدقني يا شاكر اني ما بفكر فيها. سناء خلص طلعت من حياتي، ما عاد لها وجود ابدا. طيب وبايش قاعد بتفكر طول الوقت؟ بمستقبلي. مستقبلك؟ ماله مستقبل؟ كلها اسبوع زمان بتخلص اجازتك وترجع لشغلك. صعب صعب يا شاكر اني ارجع لشغلي، صعب. وليش صعب؟ انت نسيت شو شغلي يا شاكر؟ نسيت اني بظهر للناس بوجهي وما بتصور انهم يتقبلوني ولا هيك؟ شو هالحكي اللي قاعد تحكي؟ هذا الواقع المر يا شاكر. انت بتتوهم باوهام ما لها وجود. اسمح لي اقول لك انك غلطان. ايوه غلطان وستين غلطان. الناس مش رايحين يطلعوا على شكلك ولا بهمهم كيف ممكن يكون. الناس بهمهم شيء واحد وبس، الشيء اللي بدك تقدم لهم اياه انه يكون جيد وقيم وله قيمه عندهم. ساعتها بقعدوا بتفرجوا على البرنامج. فكر بالكلام اللي قلت لك اياه وانسى الاوهام اللي براسك. صحيح سعيد اتصل بسليم وقال له راجع هاليومين. وشو يعني؟ يعني انا بدي ارجع على القريه وأنا مصر إنك تروح معاي، لأنه أنا متأكد إنه راح يكون الجو جميل هناك يخليك تقعد تفكر ببرنامج جيد ينسيك كل همومك. انسى يا شاكر، انسى فكرة إني أروح معك على القرية. عن إذنك. مساء الخير. اهلا عدول. مساء الخير، مساء الورد، مساء النور، مساء الفل. اخ 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 ما تاخذنيش بالحكي. كيف عملت الامتحان اليوم؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كثير ممتاز. عادل بتصدق؟ اجانا سؤالين من اللي انت قلت عليهم امبارح. صحيح؟ ايوه يا عادل. يعني بقدر اقول انك قدمت الامتحان بنجاح. مش بنجاح وبس، بتقدر تقول راح اجيب علامه كامله ان شاء الله. ان شاء الله. وهسه قوم خلينا نشوف امتحان تبع بكره. نويت ان اصلي ركعتين لوجه الله تعالى، نويت. الله اكبر. هو اللي بيعمله أبو هاني كويس وما في عليه كلام، بس كان المفروض يعمله من زمان. كان المفروض يتقي ربنا سبحانه وتعالى من فترة طويلة. وهو شو بعرفه إنه بده يصير معاه هيك يابا؟ ليش؟ هو شو صار معاه؟ يعني خلص يا شاكر بدك ترجع للقرية بكرة؟ أيوه سعيد رجع من السفر، أنا لازم أرجع أستلم المصنع اللي هناك. إناس أنا حبيت أشوفك عشان أحكي معك بنفس الموضوع. أنت عندك مانع يعني بس يرجع والدك بالسلامة من السفر ويوافق على زواجنا، إنك تعيشي معاي بالقرية. أنت ليش دائما بتسبق الأمور يا شاكر؟ خلينا نستنى لما نعرف شو رأي بابا. افرضي يعني إنه وافق، أنت عندك أي اعتراض؟ بالعكس، وليش بده يكون عندي اعتراض؟ حتى أنا بتوقع أنها تكون عيشة القرية أحسن وأهدى بكتير من عيشة المدينة. برضو أنا كنت متوقع أن يكون هذا ردك،
على كل حال بس يرجع والدك من السفر بتحكي معي على القرية، وهي رقم التليفون. فوت. يعطيك العافية. أهلين جميل. يلا قوم 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 معي يا معلم. ها لوين؟ خليل. خليل المسكين تعب كثير، وصلته على دارهم وقلت أجي حتى أروح أنا وياك عشان نطل عليه. نطل عليه؟ ايوه نطل عليه. بقول لك الرجال تعبان كثير يا معلم، روح خلينا نروح ونزوره على داره. اعمل خير يا ابن الحلال. يلا هسه تعبان يا جميل، خليها للمساء. لا يا ول، وليش للمساء؟ هسه يا معلم هسه، كل واحد ضامن عمره. يلا قوم قوم. طيب طيب خليني البس الجاكيت. بس لا تتاخر ها، بسرعه بسرعه. ليش ما آخذ منه مصاري وأبعث لأخوي عادل خليه يدفع رسوم الجامعة؟ أيوة فكرة، وأنا كمان بشتري بكم إلي. أيوة. لا 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 يا جميل، لا أخوك عادل بده منه ولا أنت، هيك بتصير نصب واحتيال، وأنت عمرك ما كنت نصاب. خليه يعطي الناس المساكين اللي أكل حقوقها. أيوة يا جميل، بعدين في ناس كثير مش لاقيين يوكلوا في هالزمن المر. أيوة أيوة، ظلك ماشي مثل ما كنت ماشي بالأول أحسن. يلا يا معلم. يلا تأخرنا. يلا يلا اجهزت؟ أيوة اجهزت. يلا معلم. ها جبت مصاري عشان خليل، الواحد مريض. طيب طيب يلا 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 تفضل. يلا, يلا. يعني البضاعة بكرة بتوصل؟ أيوة أيوة. وشو أخبار صاحبك فؤاد بيك؟ حكيت معاه وراح يستناها قبلنا. أنت متأكد يا أخوي إنه بيقدر يدخلها الحدود؟ طبعا متأكد. أنت نسيت المبلغ اللي أعطنا إياه؟ بعدين أنا ما اكتفيت إنه يحكي مع جماعته في الحدود ويقول لهم دخلوها، قلت له لا يا فؤاد بيك، بدك تكون أنت شخصياً واقف معاها بالحدود. يعني اطمن؟ اطمن اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي. أنا شايف اللحم مخزن بمخازننا زي ما أنا شايفك. المهم الزباين، بدنا نخلص اللحم بسرعة. عن الزباين لا تسأل، قاعدين يستنوا اللحم على نار، المهم إنها توصل. وبعد ما توصل أعطيني مهلة أسبوع بس، وبعد الأسبوع مش رايح تلاقي ولا وقية لحمة، كلها رايحة تنباع. أي أنت خايف على الناس؟ لو إحنا خرفان غير يهشونا وينشونا وياكلونا. يا عيني عليك يا أخويا سليم، عارفك قدها وقدود ما بنخاف عليك. حضرتك الاستاذ ايهاب اللي بيطلع بالتلفزيون؟ ايوه انا. انا معجب بالبرنامج اللي بتعمله كثير. شكرا لك. بس ليه متغير هيك؟ شو عامل؟ شو في؟ لا ما في شيء. ما في شيء. تفضل. شكرا. أنا مش عارف أنت ليش مش موافق تنزل معي على القرين. بعدين معك، مش إحنا حكينا في هالموضوع أكثر من مرة وقلت لك إني حابة أظل هون؟ يعني ما في أمل بإقناعك؟ انسى يا شاكر انسى. أنا إذنك بدي أفوت أستريح شوي. Thank you.
يعني مصر تسافر الصبح؟ إن شاء الله، ما هو السيد سعيد رجع بالسلامة. الصحيح يا شاكر، مش عارفين كيف نقعد من غيرك، إحنا تعودنا عليك. تسلم، تسلم يا سليم، تسلم. ظلك على اتصال معنا يا عمي. ولا يهمك يا عمي. سلم على عمتي وجوزها وابنها. إن شاء الله يا عمي، إن شاء الله. لا تنسى تسلم لي على عم أبو هاني. الله يسلمك. يلا، خاطر. مع السلامة. مع السلامة. خليني اجيب الاوراق واروح على الثاني. وين بدك تروح؟ في عندي شغله صغيره ولازم اخلصها. اي هو شغلك ما بده يخلص؟ مش فاهم عليك. طول نهارك بالشغل وبالليل كمان شغل، بصراحه انا زهقت. ومن ايش زهقتي؟ يعني مش عارف من ايش زهقت؟ من هالقعده بالدار لحالي. عمرك ما اخذتني مشوار معك. خلص ولا يهمك، بكره بس ارجع من الشغل باخذك وبنروح بنزور دار اخوي سعيد. دار اخوك سعيد، دار اخوك سعيد، اي هو ما في غير دار اخوك سعيد؟ خذني على محل ثاني. بعدين انا ما بدي اروح عند دار اخوك سعيد. ليش يا حنان؟ اخوي رجع من السفر ولازم نزوره ونسلم عليه. بصراحة مرته بتتعامل معي بطريقة غلط. كيف يعني؟ يعني بتقعد تحكي وبتسمي حكي وبتعمل حالها بتفهم أكثر مني. ليش لابسة هيك؟ وليش مشطة هيك؟ خلص ما بدي أروح، يعني ما بدي أروح. طب اهدي اهدي. احنا بنروح عليهم بنسلم على اخوي سعيد بنقعد خمس دقايق وبعد هيك باخذك وين ما بدك. خلينا اروح اشوف شغلي. انا بقول لو تروح تقعد معي هناك يومين، عجبك الجو عجبك، ما عجبك بترجع. خلينا على راحتي وبوعدك، بوعدك يا شاكر إذا غيرت رأيي رايح ألحقك. أنا مش عارف ليش أنت عني. بقول لك هناك الجو جميل كثير ورايح يعجبك. وبعدين معك، وبعدين معك. أنا قلت ما بدي أروح يعني ما بدي أروح. شو أنت ما بتفهم؟ ما بفهم. أيوة. وبعدين حل عني يا أخي وخليني بحالي. ماشي يا إيهاب. ماشي مثل ما بدك. هلا يا جميل. هلا هلا يا جميل. اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا 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 هلا. كيف نورت القرية؟ نورت نورت وجودكم. تسلم. اطلع اطلع وصلك اطلع. لا 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 انت روح على شغلك انا بطلع. وصلت بوصلك وبرجع بعمل شغل. اطلع ما بصير. يلا فضل. ماشي تفضل. الحمد لله على السلامة. والله يا هلا. بقي لي امتحانين وبخلص. عدل بتعرف بايش قاعد بفكر؟ قاعد بفكر باليوم اللي رايح افترق فيه عنك. انت لا تفكر الا بدروسك وبس. لا بجد يا عادل، انا صحيح كان لي في بلدي اصدقاء كثير، لكن زيك ما لقيت. وفي ومخلص. ايوه وانت نازل تضيع لي الوقت بكلام فاضي. ادرس يا استاذ. لا يا عادل صدقني مش كلام فاضي، انت فعلا صديق وفي ومخلص وقليل من انفاق. تأكد تماما يا عادل اني راح افتقدك كثير كثير. وانا نفس الشعور يا وليد. صدقني اني بعزك زي اخوي جميل. طيب يلا يا اخوي خلينا نريح شويه وخلينا نروح اعمل شيء. انا يلا. لا لا يا استاذ، انت بتقعد تدرس وانا اللي بعمل شيء. حاضر. يلا تفضل اقعد. ما كان لازم أزعله، شاكر ابن خالتي
والأهم من هيك إنه صديق وصديق مخلص كمان، وخايف علي وبدور على مصلحتي. أنت مجنونة يا سناء، مجنونة. وليش مجنونة؟ مش عارفي ليش؟ كيف بدك تتزوجي واحد بعمر أبوكي؟ كيف؟ وشو فيها يعني؟ رجال غني ومعاه مصاري، عنده عمارة وبده يشتري لي سيارة، شو بدي أحسن من هيك؟ ما أنا عشان هيك بقول لك غلط تتزوجي. وليش غلط؟ لأنك ما بدك إياه لذاته، بدك إياه عشان فلوسه. نفس موضوع إيهاب، كنت بدك إياه لأنه كان ممكن بيوم يكون مشهور، وهذا العريس بدك إياه عشان فلوسه، يعني عشان المظاهر. أيوة عشان المظاهر. وشو فيها يعني؟ الدنيا كلها مظاهر بمظاهر. مش كل الحياة مظاهر يا سناء، مش كل الناس مثل ما أنت بتفكري. لا، في ناس كتير مقتنعين بعيشتهم وراضيين باللي كتب لهم يا ربنا سبحانه وتعالى. أنت لازم تكوني قنوعة يا سناء وما تتطلع لفوق، لأنه اللي بتطلع لفوق تنكسر رقبته، مش هيك؟ أنا بعزك يا سناء، وصدقيني بدور على مصلحتك. مصلحتي إني أتجوز الرجال الغني. لو كنت بدك إياه لذاته كان ما بعترض لا على سنه ولا على شيء، لكن أنت بدك إياه عشان فلوسه، عشان المظاهر وبس. خلاص يا إناس أرجوكي، أنا بالنسبة إلي قررت وأعطيته كلمة، وكل إشي بالنسبة إلي منتهي. مرحبا شاكر. اهلا ايهاب. هلا هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا هلا ايهاب، تفضل تفضل. الله يا ميت، اهلا وسهلا. انا اسف كثير على اللي صار امبارح يا شاكر. لا يا رجل لا تتاسف ولا شيء، احنا بنضل اخوان. الله يخليك، تسلم. ها قل لي قديش ناوي تقعد؟ حتى تزهق مني. معقولة؟ معقولة ازهق منك الدار دارك؟ طيب يلا هسا قوم. وين؟ بدي اطلع اشوف القرية، بدي اطلع اشم هواء، يلا. يلا ماشي تفضل. هو شاكر وين راح؟ راح على الدار، اخذ دفتر الحسابات وحتى يشتغل في الدار على راحته. قديش ضايل لي يا جميل؟ لايش يا ابو غني؟ وبعدين معك، هو انا كل ما بدي اسالك بدك تنسى. فهمت عليك. باقي لك يا حفيظ العمر والسلامة، باقي لك يوه لسه باقي لك كثير، باقي لك 20 يوم بس. بس وانا يعني بضحك عليك يا ابو غني؟ تعرف يا جميل، اللي مستغرب له انه راسي بطل يوجعني. كيف؟ مش فاهم عليك يا معلم. مش عارف شو بدي اقول لك، بس حاسس انه ما في معي اشي. شو هالحكي اللي قاعد تحكيه يا معلم؟ اي هو انت اشطر من الدكتور ولا من صورة الاشعة؟ انت مريض يا معلم، مريض، مريض وتعبان. هو صحيح انا تعبان وخايف وطول نهاري بفكر في الموضوع، بس والله ما نعرف شو بدي اقول لك. لا تقول اشي يا معلم، لا تقول اشي وتوكل على الله. صدقني انك منتهي منتهي منتهي، صدقني انك منتهي. صحيح، كويس اني تذكرت. خير؟ سمعت انه تحسين ابن اختك سلمى ذكي كثير وعبقري عبقري عبقري كثير. وانا سمعت كمان، وسمعت كمان انه قال بضل يطلب حق كتب وما كتب، يشتري كتب ويقراها، بضل يشتري كتب ويقرا، وبيشتري كمان هاي تبعت اللي قول معي يا ابن الحلال. انا يعني اللي بتكون اللي بولع تبع المختبر، ما المختبر ما بعرف شو هي هاي. انت يمكن تعرف اكثر مني يا ابو هاني. بضل يطلب من هذا الحكي، وقال كل هذا الحكي بحاجه لمصاري ومصاريف كثيره مساكين. يعني
شو قصدك يا جميل؟ بقول يعني شو رأيك تعطيه كم من 1000 دينار؟ شو هالكلام اللي بتقوله يا جميل؟ أنا ماني رجعت لأمه حقها، وبعدين هي بيطلع لها مصاري كل شهر من مصنع الفخار. وافرض يا معلم، شو يعني؟ بعدين بقولوا الولد مصاريفه كثيرة، وكل ما كبر مصاريفه راح تزيد أكثر. بعدين أنت تعال قول لي، المصاري اللي أنت حاططها في البنك شو بدك فيها؟ ما أنت قربت تودع. أيوه باقي إشي في البنك يا جميل، ما أنت كل يوم والثاني طالع لي بقصة. فلان يتيم أعطيه، فلان أرمل صدق عليها، ما بعرف شو. ما ظلش يا جميل، ما ظلش بالبنك. ضايل يا معلم، ضايل 7000 دينار، أعطيهم وخلص. أيوة أعطيهم وخلص. بعدين يعني لما أنت تفرط شو بدهم ينفعوك؟ كيف؟ أيوة يا معلم، بعدين بكرة أنت لما تموت بصير تحسين يدعي لك ويقول الله يرحمك يا خالي، خالي أبو هاني هو اللي عملني. ماشي يا جميل ماشي، بكرة بكتب لهم شيك ب3000 دينار. لا يا ول، اللي وبكرة ليش بكرة يا معلم؟ ليش بكرة؟ وانت ضامن انك تعيش من هون لبكرة؟ افرض انك حلقت الليلة يعني. هسا يا معلم اكتب هسا. حاضر يا جميل، مثل ما بدك. اكتب يا معلم اكتب يا ابو هاني اكتب. اي رايح خليك تظل تكتب لحتى يسفر العداد معك. اكتب. الله الله، ما اجمل القرية يا شاكر. انا مش قلتك بس تيجي معي رح تغير جو. فعلا فعلا يا شاكر، القرية حلوة كثير. المهم نفسيتك ترتاح وترجع مثل الاول. ايهاب اللي كله حركة ونشاط، ايهاب اللي بيحب الحياة. ومين قال لك اني ما بحب الحياة؟ أفعالك اللي عملتها بعد ما صار معك الحادث هو اللي صار معي قليل يا شاكر. لو كانت مهنتي غير هالمهنة كان اختلف الوضع، بس أنا مهنتي بشكلي وبوجهي. احنا بدنا نرجع نقول الكلام اللي قلناه. ما قلت لك يا إيهاب، الناس ما بهمها شكلك، بهمها الشيء اللي بدك تقدم لهم إياه. أنت لازم يكون عندك إرادة، لازم يكون عندك قناعة. يلا امشي، خليني أورجيك مصنع الفخار. يلا. وكتب الشيك؟ ايوه يابا، وديته لرمضان، وبكره بده ينزل على المدينه عشان يصرفه. باقي بحساب ابو هاني بالبنك اكم من 1000 دينار. مين في محتاجين يا جميل بالقريه؟ مين باقي؟ مين ضايل؟ مين؟ فكر معاي يابا، مين في محتاجين بالقريه؟ المحتاجين كثار يا بني. على قولك يابا، المحتاجين كثار. بكرة بشوف وبسأل، أي بدي أظل وراء أبو هاني لحتى يصير رصيده بالبنك نقطة واحدة فقط لا غير. صدقني يابا، كل اللي قاعد تعمله غلط بغلط. ليش يابا غلط؟ أنت شايف إني ماخذ قرش وحاطه بجيبتي؟ ما أنا قاعد أرجع للناس حقوقها وبعطي المحتاجين. ما أنت خليته يرجع لأخوه ولأخته حقهم، أي بكفي عاد؟ لا يابا ما بكفي، ما هي كل المصاري اللي عنده من وين؟ من عرق وتعب العمال. والعمال من وين يابا؟ العمال من القرية. خليهم يعيشوا يابا، خليهم يعيشوا. أنا خايف بكرة لما يعرف الموضوع يمكن يعمل معاك إشي، هذا ممكن يقتلك. بدل ما تشجعني يابا على اللي قاعد أعمله قاعد بتخوفني؟ بعدين أنا شو قاعد أعمل يابا؟ أنا قاعد أعمل خير. تصبح على خير يابا. وانت من أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. افرح يا عم، خلصت الامتحانات. أيوة يا عادل، ويا رب يا رب النجاح يا أخوي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا وليد. عادل، أنا مش عارف كيف بدي أشكرك. شكرني وعلى إيش؟ على كل إشي، على اهتمامك فيا، على خدمتك إلي، على مساعدتك. بس 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 بكفي بكفي. لا يا عادل، اي انا لو ضليت اشكر فيك من هون ليطلع الصبح صدقني ما بعطيك حقي. وليد، لو انت كنت مكاني راح تعمل اكثر من هيك. لا يا عادل، اكثر من هيك مش ممكن. عادل، في شغله حاب احكي وياك فيها، كنت افكر فيها من زمان.
خير يا وليد. عادل، أنا قطعت عهد على نفسي إني أول ما أوصل البلد أجمع مبلغ من شغلي، من أهلي، من أي مكان في الدنيا، وأبعث لك إياه عشان تكمل دراستك. وقديش بدي أقعد هون وأنا بستنى في المبلغ؟ مش أكثر من سنة يا عادل. وليد، شكراً كثير. أنا بعرف ظروفك كويس. بعدين يا وليد، أنا ما راح أكمل سنة هون.